نحن بحكم ديمقراطي من عندكم في قاعد يدخل على الخط. نحن بحكم ديمقراطي برلماني في فصل السلطات بين المجلس النيابي تيراقب وبين الحكومة اللي بدها تنفذ وبين القضاء اللي بده يفصل بالأمور ويعاقب المخالفين. عندنا مخلوط عباس بلباس، ومع الأسف مجلس النواب هو يعني الأحزاب، والأحزاب تنقي الوزراء، والوزراء يخضعون لرؤساء الأحزاب لا لرئيس الحكومة. يعني في كل موضوع عندنا اثنين رؤساء، رئيس الحزب ورئيس الحكومة، ولهذا المواضيع لا يمكن أن بهذا الشكل. لازم يكون عندنا حكومة حيادية من التكنوقراط تسعى لعدم البذخ ووقف الفساد وضبط الفلاتين، تهتم بأمور لبنان واللبنانيين بعيداً عن أي تدخل محوري خارجي فيه. وهيك بتقدر نحارب الفساد، الوزراء بيحاربوا الفساد، والقضاء يحكم على الفاسدين، ورئيس الجمهورية يشرف على الكل. نحن بهالشكل اللي نحن فيه التدخل مما هب ودب لما تيجي صف. شكرا لدولة الرئيس عصام أبو جمرة. بعود للحوار مع ضيفي النائب السابق غسان مخيبر. قبل ما نرجع لموضوع الحريات الإعلامية، أستاذ مخيبر، رأيك بقيام حكومة حيادية من التكنوقراط؟ يعني البعض يرى الحل برحيل هذه الحكومة. في مثل كتير بحبه اللبناني بسيط بس بيعبر، ولو ستي كنت رجال كنت سميتها جدي. نحن بنظام مظبوط من وصف، نحن بنظام ما في فصل سلطات، منه ديمقراطي، بسميه أوليغارشي. في مجموعة قيادات تتحكم بأحزاب، تتحكم بطوائف، تتحكم بأجزاء من أموال الدولة لسنوات طويلة. يعني تعززت بمرحلة الهيمنة السورية واستمرت فيما بعد من دون تغيير. هذا النظام لا ينتج سوى هذه السلطة. وبالتالي يعني وقت بقول انه لو ستي كانت رجال بسميها جدي، بالنظام يعني بحال الفضلة نعم لازم ينعطى جرعة من الثقة بمرحلة يفتقد فيها اللبنانيين بثقتهم بمؤسساتهم، لسيما السياسيين منا، ويفتقد العالم لثقة بهذه المؤسسات. شو اللي بيمنع نجيب كفاءات؟ يعني لأنه نظام أوليغارشي، لأنه نظام يتحكم من الوسائط الممكنة. ما تنسى أنه تنعملت حكومة دي أخذت وقت ما يقارب السنة. هلأ بظرف مثل اللي نحن فيه، هل حدا مستعد يدخل بمخاض لإعادة تشكيل حكومة إذا لم يتفق عليها مسبقا؟ إذا صار اتفاق عليها مسبقا على حكومة التكنوقراط فهو أقصى مناية. يا ريت بيصير في حكومة من أشخاص أكفياء، لا سيما بالمجالات متصلة بالأبعاد الاقتصادية الاجتماعية، لأنه المطلوب اليوم استعادة ثقة، مثل ما هو عنوان الحكومة، بس لازم يكون بالفعل استعادة ثقة عبر ناس جديد، مش بس عبر سياسات لا يثق فيها كتير لبنانيين. وبالتالي نعم، بس بعرف انه هذا الشيء مستحيل اليوم. كان لو نظريا انك تجيب المواقع اللي فيها خدمات تقنية جيب تقنيين، والاحزاب اللي هي متحكمة بمجلس نواب تعطي افضل ما عندها، هي جابت افضل ما عندها. افضل ما عندها في ناس بينجحوا في ناس بيفشلوا. التحدي اليوم برأيي، قبل ما نرجع نروح على بنية الدولة، لأنه لازم نستمر بإصلاح بنية الدولة. برجع بقول لك بت ما تكلم بالحريات، في مشاكل بنيوية بدها إصلاح بنيوي، وإلا ما دمنا نحكي عن العوارض. في عوارض بس خلينا نطلع على الأسباب، لازم نعالج أسباب الأزمة اللي نحن فيها. السبب الرئيسي هو غياب الشفافية وحسن الإدارة واستشراء الفساد. إذا هودي العورات الثلاثة الرئيسية اللي حكموا إدارة البلاد منذ ما قبل الطائف وبعد الطائف، خلال الهيمنة السورية وبعد الهيمنة السورية،
بتلاحظ انه اليوم عم ندفع ضريبة تراكم اخطاء كثيرة. هون كمان لازم نشتغل على بنية الدولة وبنفس الوقت نعالج العوارض. بإصلاح بنية الدولة بدك تصلح بالموجود، إذا ما فيك تعدل وزارة تجيب بالتوافق وزارة تكنوقراط تدين عمل صدمة إيجابية، يا حبذا لو بتصير، بس بده يصير بالتوافق وبتحضير. يعني متل ما عم يتحضر الموازنة، إذا كان في من إمكانية فأنا أدعو لهذه الحكومة بالتوافق، لأنه هذه الوسيلة الوحيدة اللي بتقدر تواكب عملية إعادة بناء الثقة ما بين الناس والمجتمع الدولي ولبنان. هلأ بغياب واقع أنه أستبعد أن يصير بالنظر للبنية الموجودة للدولة اللبنانية، أستبعد أن يحصل ذلك. الحل الثاني، فعلينا أن نصلح السياسات وبسرعة. واحدة من الأهداف تستعيد ثقة داخلية وخارجية مفقودة. كيف؟ بده يتاخد مجموعة من الإجراءات الجذرية اللي بدأ البعض منها لرفع مستوى حسن الإدارة والشفافية ومكافحة الفساد. يعني عم نحكي عن الإصلاحات الجذرية. إصلاحات جذرية اللي بعض السياسيين عم بيقاربوها بس مش عم يسترجوا يخطوها. ليه؟ لأنه بتضر مصالحهم الشعبوية. بدي أعطيك مثال. تفضل. إذا بده ينقال بدك تخفض العجز. تخفض العجز في طريقتين. بدك تزيد الواردات وتخفض التكلفة. هلأ نطلع على النفقات بتبسيط كامل. نفقات أسبابها سرقة وفساد من جهة، من جهة تانية تضخم بحجم الدولة بنتيجة الفساد. تذكر قديش طلعت فضيحة التوظيفات ما قبل الانتخابات. الكل قال انه في ما يقارب 6000 يمكن وأكثر، عم تحكي بالإدارات المدنية، بالإدارات العسكرية قد يكون أكثر، بس بالألاف في موظفين توظفوا لأسباب انتخابية وسياسية. بتبلش بهاي ما بتخلص بالتوظيفات الفئة زبائنية، أنه بحشة الإدارات بوظائف ما بتحتاجها بالضرورة بس تدفع معاشات، وكأنه الدولة شو عم تعمل؟ الدولة عم تدفع سبزيديز، عم تمول زبائنية غالبية القوى السياسية الموجودة بالدولة، واللي أخذ حصة الأكبر اللي كان أيام الهيمنة السورية أخذ حصة كبيرة. أخذ هونيك وأخذ هون. إيه عم بيكمل هلأ. وسبب ثالث إذا بتطلع بالبنية الاقتصادية، أنه تعودوا كل هالشبيب النهضة أنه المصاري كان يجي بسهولة وبينسرق بسهولة، إن كان بالدولة أو بالنظام المصرفي، بس اللي شبه مثل بقرة كانت حلوب شح حليبة، فما بيقدر اللعبة زيتها ما بتقدر تكمل، مجبور تخفض التكلفة. أي وحدة من هالنقاط اللي ذكرت لك إياهم قبل ما توصل بقائمة طويلة من الأسباب كلها مقوننة، مش صايرة لأنه واحد عم بيطبق القانون وهلأ قال انه ايه خليني وظف خليني اعمل. بنية الدولة معمولة تما يكون في شفافية، تما يكون في مساءلة، وتما يكون في رقابة ومحاسبة مبدية. هاي قلت في مستويين من العمل. في مستوى عمل على البنية، انا شخصيا وعدد من الزملاء اشتغلنا لسنوات طويلة لتطوير هذه البنية عبر ادوات جديدة وفعالة للشفافية للمساءلة والمحاسبة، بدءا بمجلس النواب مرورا بالهيئات الرقابية، وبإنشاء أداة جديدة بدعي للإسراع على إقرارها مثل قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وغيرها من القوانين. إذا حبيت بدنا نحكي عن البنية هلأ بالسياسة الداخلية، هذه السلطة مثل ما هي اليوم راكبة على عوراتها بدها تكون واعية على أنه في قرارات مكلفة جدا لرفع مستوى الثقة ولتعديل هذه السياسة السيئة والفاسدة القديمة، انك ترجع تزيد المدخول وما عاد فيك تزيد المدخول لانه الناس ما عادش تتحمل ضرائب، وصلت وبالتالي مجبور تخفض التكلفة. تخفض التكلفة كيف؟ عبر وقف الهدر والفساد والسرقة، عبر تخفيض حجم الإدارة لانه هو مرادف لوقف الهدر والسرقة لانه هو جزء من هذه السرقة، وإعادة هيكلة البنية الاقتصادية
من اقتصاد ريعي قائم على الفساد والزبائنية والمال الهين إلى بنية اقتصاد منتج وتحفز الإنتاج بدل ما تكون تحفز الريع. هيدا بده إصلاحات صعبة. ليش؟ لأنك عم تضرب البنية الفاسدة للدولة. هي قائمة النظام. قائمة النظام قائم على هذه العواميد. لهالسبب غالبية القوى بتمنى أنه حدا غيره يبلش. مين بده يتحمل مسؤوليتها؟ هي اللعبة هلا. هيدي لازم تصير. الترجمة هي موازنة وقوانين إصلاحية. كثرة الحكي عن الموازنة ما ليش ليك ما أنه بصدفة بين 11 سنة بلا موازنة. ما أنه صدفة أنه بعدك لليوم ما عندك قطع حساب تمام مدقق. ما أنه صدفة. ما بنحكي عن شفافية الإدارة. ما هي معمولة تطبق الصفقات ماشي أنه مرق لي تمرق لك. وغالبية القوى السياسية كله دافن الشيخ زنكي سوا. ما هي خطير جدا يعني. ما هو هذا الواقع. الواقع خطير. ليش؟ ليه ما في ليه رح نفوت بأزمة خبز؟ ليه عم نفوت بأزمة محروقات؟ ليه عم نفوت بأزمة دواء؟ ليه في خشية من الناس على مستقبلها؟ لأنه وصل الدقن عند الكل لبل عند الناس. وكنا عم نحذر لسنوات. ربنا بيشهد قديش حذرنا أنه هالقطار المنتظم فايد بالحيط. يا شباب مش نحن، البنك الدولي، المؤسسات المانحة، كله كان يجي ينصح يا جماعة يا لبنانيين أنتوا فايدين بالحيط. هلأ دوا الأحمر بعد الترين مارق وفايد بالحيط. هلأ يمكن دقينا بالحيط، المهم مش كل الفاغونات يتكسروا. تحدي أنه يبقى من الدولة من يستمر ببنائها ومن إصلاحها، لأنه نحن بوطن بس معنا دولة. بعد 100 سنة اليوم رح نحتفي هذه السنة مئوية. بمئوية دولة لبنان. إنما أنا أقول بمئوية لبنان كوطن، بس ما في دولة. تحدي المئوية أن ندخل المئوية الثانية بمشروع بناء دولة. هلأ رح نحكي شوية عن سبب عدم وجود دولة بلبنان، بس خليني بالأول حكيت عن موضوع أزمة. حب عن الحلول، يعني الأسباب فينا نطول ونحكي قد ما بدأ. شو لازم ينعمل؟ ما هو هذا التحدي. بتعرفي كتير ناس بيحكوا عن الأسباب، بس غالبية القوى السياسية بتنق والبتعرف شو الأنكة؟ أنه الكل بيحكي بالفساد بس زعيمه هو الأنظف، والكل فساد عند الآخرين. الفساد عند الآخرين. وهيدي بتعرف عمله صار كتير مشهور احدى التلفزيونات، بدي اعمل لها دعايه بجننوا عن يو تي في. حشروا الناس عم يتظاهروا كلهم فاسدين، كلهم يعني كلهم. طيب وزعيمك لا خط احمر. وهيدا اللي صاير. في فساد ما في فاسدين، في جرائم ما في مجرمين، والبلد انهار. رح نحكي بالتفصيل عن الاساس لقيام الدوله اللبنانيه. حكيت من شوي عن ازمه الرغيف. ينضم إلينا عبر الهاتف نقيب أصحاب الأفران قاضم إبراهيم. صباح الخير. صباح النور. أهلا. شو بدك تقلن للناس؟ بكرة ما في خبز، اليوم عشية إضرابكم قائم. بدي قلن بيروت أو لبنان غدا بلا خبز. ما عم تعملوا اتصالات مع وزير الاقتصاد؟ وزير الاقتصاد بدينا غردني مش موجود. عم بيقول المشكلة عندكم وفي نية للاحتكار. اي والله احتكار، يعني يا لطيف الاحتكار. شو محتكرين؟ انا من 5 سنين عامل دراسة بوزارة الاقتصاد، او من 4 سنين ونص حتى اكون دقيق بكلام. هالدراسة موجودة بوزارة الاقتصاد. خلي معالي يفتح هالملف يشوف الدراسة كيف كانت، وين كان النيل، وين كان السكر، وين كانت الخميرة، وين كان الطحين، وين المي، وين المزود. لك مي ما عنا. طيب المشكل وين استاذ قازم إبراهيم؟ المشكل وين يعني بالاتصالات؟ وين صرتوا؟ مع مين عم تتواصلوا؟ مع مين بدنا نتواصل؟ ما حدا سائل يا عمي عن الناس لحد هلا من صاحب الصرخة. ما حدا سائل عن الناس. هذه أول مرة. أنا عمري 80 سنة، أنا 58 سنة بالأفران. هي أول مرة ما بشوف في هجمة من بعض المسؤولين. ها انه طاوا يا عمي هدوس الرغيف حدا يلعب فيها. وجعلنا شيئا لم يكن. طيب عمل تعميم حاكم مصرف لبنان لتأمين الدولار لإلكم، شو صار فيه؟ أي دولار وأي دولار اللي هلا مشوه انتعوا المحروقات. بكره يا بعض بكره بسكروا. امبارح الأدوية
كمان نفس الشيء، المطاحن نفس الشيء. هذا أنا هذا بيع حكي، بيع كلام، جمل. هذه جمل بيرتوب ببعضها وبيفرقوها وبيعطوها للناس. عم بيضحكوا على الناس، ما في مصاري، ما في مصاري، ما في مصاري. بتروح على البنك بيقول لك ما في. بيبعتك لعند الصراف، في قد ما بدك بيعطيك الصراف. وين عايشين نحن؟ مين سألين عن الرغيف؟ مين سألين عن الناس قبل الرغيف؟ يعني عم الدولة أنا اليوم أنا اليوم تحطني الدولة الاقتصاد مسؤول عني، تعطيني وجه لحالي والاقتصاد حر. شو تعطيني الدولة؟ شو معرفت لي حتى تكون إلى علي فرض إنه شيل هاي وحط هاي دي. بكلمة أستاذ كاظم إبراهيم، الحل المطلوب شو هو؟ شو طالبين أنتو تحديدا اللي يصير في حال؟ يا عمي المطاحن بدها بالدولار وبدها نقدي. لا معنا دولار ولا معنا نقدي، نحن بنبيع الليرة اللبنانية. يا عمي إذا الليرة ما بقى لها قيمة وحكامنا عم بقولوا اشتغلوا بالدولار، هو إذا بدون ليش عم تضحكوا على الناس؟ أي أي أنا إلي يمكن على شغلوش بالبنك، ما بقدر أخذ منهم. أنا رحت بدي أخذ 5,000 دولار، قال لي مريق لك إياهم على 3-4 أيام. عمين عم يضحكوا؟ عم يلهونا ببعضنا. في بلد ما في مي بالشارع، لك مي ما عندنا. والله العظيم لو مضاميرنا حي بيشتغل بالميات اللي موجودين. مي لا تنطفى ولا تنحط المحل. لا مي عندنا، لا كهرباء عندنا، لا مزق يعني. وبعدين وين رايحين؟ نتهم انه نحن ابتزازيين، نحن عم نبتز. شو عم نبتز؟ اعطيني طحين مثل ما كنت اخذ، واعطيني وردين يعطوني باللبناني، ما عندي ولا مشكله. اليوم اصحاب المطاحن، شكرا 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 لنقيب. بس احكي كلمه اذا سمحت سريعا سريعا. اصحاب المطاحن مظلومين، اصحاب المطاحن مظلومين، ما بيجوز. شكرا لنقيب أصحاب الأفران قاظم إبراهيم. برجع معك أستاذ غسان مخيبر لنختم. كنا عم نحكي عن لبنان الكبير، بعد 100 سنة ما في دولة، يعني أعلننا دولة لبنان الكبير على مدى 100 سنة ما عملنا هذه الدولة. اليوم شو المطلوب حتى تكون هناك دولة في لبنان؟ ليك في نظام قائم على الأسس السيئة اللي ذكرتها، الزبائنية، الفساد، غياب ديمقراطية، قيام نظام مرتكز على مجموعة زعماء لعدد كبير منهم مرتبط بالخارج وبمحاول. ما بدي أكمل بالتوصيف شو لازم نعمل. يعني أولا بعد 100 سنة وبالرغم اللي مرق على لبنان، ما أنه هي نقول أنه لبنان صمت، هالبلد الصغير صمت بالرغم من قوى عاتية حوله. هذا بدل اندل على شيء، على قدرة اللبنانيين الفائقة على التحمل. بس هيدا الشعب وصل لحد أقصى ما عاش يتحمل. بس ما نيأس، لأنه لازم ناخد الخطوات اللي صارت صعبة بس بدها جرأة باتخاذها. وبالتالي هلي هي بناء الدولة، لأنه القيادات السياسية لعقود طويلة ارتاحت بقيام نظام منه دولة. قلت لك قائم على غياب المساءلة المحاسبة والشفافية. الخطوة المباشرة الأولى، لازم هذه السلطة القائمة قبل ما تتغير أو يغيروها الناس بالقوة أو يصير في تبديل فيها عبر مثل ما كنا عم نقول بتوافق، ما حكومة تكنوقراط تجي باتفاقهم يعني، لأنه غير ممكن عدا ذلك، تعمل صدمة إيجابية. بدك تخلق صدمة إيجابية، بدك تبدأ بثقة، لأنه منعدم ثقة الناس بقدرة هذه الحكومة وهذه السلطات لإدارة البلاد بظل فساد مستشري بنيوي. يعني صار مثل الأوبريتنج سيستم للكمبيوتر. الأوبريتنج سيستم للكمبيوتر هو الفساد وسوء الإدارة، وهذا قديم منه هلأ. بس والتحدي الأكبر أن نطلع من التلاعب السياسي، أنه في ناس بده يتحمل رئيس الجمهورية، وهذا بده يتحمل الحزب الفلاني، وهذا بده يتحمل الحزب الفليتاني. الخروج من هذه التسميات، لأنه مثل الواحد في كرة نار عم بيكبوها من واحد للتاني، بما فيها بموضوع العلاقات مع سوريا، موقع لبنان بمنطقة الشرق الأوسط وغيره. بعدهم العديد من السياسيين اللبنانيين عم يشتغلوا بشعبوية، عم بيفكر هل اللي بدي صرح فيه
شو بده يجيب لي بكره بصناديق الانتخابات، او اذا بده يرضي او ما بده يرضي الزعيم او الزعيم الخارجي اللي انا بدين الولاء له. انك ترد سيادة الدولة للداخل منا هينة، بس كمان منا صعبة. لبنان وصل لمرحلة الموس على الدقن، مجبورين الكل يوقفوا يتقاذفوا قرة النار، بدوا يحملوها كلهم. الملاحظة التالية عم بقول نحن وطن أثبت وجوده بس ما في دولة لأنه فيها النظام اللي وصفته. علينا نبني مقومات الدولة الفاعلة بمؤسساتها، بمؤسساتها ثلاثة لأنه مننساهم. منا سلطة تشريعية بتقوم بأدوارها جديا، وما بدي أدخل بتحليل لأنه كتبت وحكيت كتير، مجلس النواب بنظام انتخابي صحيح إنما كمان بفعالية رقابة هي غير موجودة. مجلس نواب قد يكون ببعض الأعمال التشريعية وإن لم تكن جيدة. أعطيتك مثل قد عم يتبطأ التشريع بمواضيع رئيسية، لازم يسرع وتيرة الإصلاحات الرئيسية بما فيها قوانين مكافحة الفساد والتأكد من حسن تطبيقها. أن الحق بالوصول للمعلومات لازم يتطبق مظبوط، حماية كشف الفساد لازم يتطبق، هيئة وطنية لمكافحة الفساد، أعادة رئيس الجمهورية لمجلس نواب لازم بسرعة مجلس نواب يقرها، 4 أو 5 نظام جديد للتصريح عن ضم المالية والإثراء غير المشروع اللي صار جاهز، هذا صار له 4 سنين ما صدر، وكل بيحكي عن استعادة الأموال المنهوبة، هيدا قانون استعادة الأموال المنهوبة ما يفتشوا على غير مطرح. هيدا بالنسبة للدور التشريعي، دور الرقابة الغايب. بدك ترجع تشتغل بالسلطة التنفيذية على بناء ثقافة جديدة بحسن الإدارة، موازنة. هلا عم بيصير موازنة، 11 سنة بلا موازنة وقطع حساب نظام فعلا يفتش على هيدا المال كيف يوقفوا السرقة والهدر فيه. بدي رقابات جدية من مجلس نواب، من ديوان المحاسبة، واثنين مقصرين فيها بالرقابة على كيفية الانفاق لأنه ما في قطع حساب. هلأ صار في قطع حساب بدون رقابة، يبقى السلطة القضائية السلطة القضائية هي الضمانة بالحريات الرئيسية، هي ضمانة بعدم تعسف السلطة التنفيذية بصلاحيتها. واليوم تحدي كتير كبير على رئيسها جديد، أنا عندي ملء الثقة فيه أنه ينعمل خطة لقضاء مستقل نزيه وفاعل. مع هيدا وكله الناس لازم دمها واعية ومتابع. كنا عم نحكي قبل بشوي من إمتى بلشوا الناس يهتموا بالاقتصاد؟ الاقتصاد قلب السياسة النابض. نحن السياسيين عنا بفتشوا وين بده يروح يعزوا، أي طريق بده يتزفت، كيف بده يختم ويحول شخص لأحد زبائنه. اللبنانيين صاروا يطالبوا أكثر من هذه السلطات، بدهم سياسات سليمة. بلشوا الناس يوعوا أنه انتخابات خاطئة بيجروها أو عدم متابعتهم للشغل البنيوي هو اللي عم بيأدي فيهم أنه ما يصير في كهرباء، ما في ماي، ما في طحين، ما في بنزين. هيدا اللي عم بيوصل لمصايبهم، ما هياخدوا مصاري من حدا تيرجع ينقذهم. الإنقاذ يأتي باستعادة ثقة عبر خطوات صعبة منها تقليص حجم الدولة ووقف السرقة والفساد. مع هذا الوصف الدقيق وهذه المقاربة اللي كلنا أمل أنه يوم من الأيام نشوفها بلبنان، نأتي صعبة بدها ضغط كتير. بتعرف بالمقولة الأخيرة يقال أنه السياسيين، وهي مقولة أمريكية، وقال أنه السياسيين لا يرون النور، ما بيشوفوا النور، بحسوا بس بالسخن. بتأمل معبرة جدا، بتأمل السياسيين يكونوا حسوا بالسخن هلا تيشوفوا النور. صلنا السنوات عم بنقلن عملوا هيك عملوا هيك. وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من كواليس الأحد. بتشكرك أستاذ غسان مخيبر على تلبية الدعوة إلى هذه الحلقة، وكان معكم على الهندسة الإذاعية سيمون مصور، ومن خلف الميكروفون شرب المارون. موعدنا يتجدد بعد أسبوع من الآن في مثل هذا الموعد، فإلى اللقاء.